اليوم عيد في هذه القرية الهندية الصغيرة في أمريكا الجنوبية، عيد ميلاد واحد من أبناء القرية واسمه بيبيرو. بيبيرو بلغ اليوم 10 من عمره، وهو عمر يدخل فيه الولد مرحلة الشباب. وكان بيبيرو ينتظر هذا اليوم بفارغ الصبر، لأنه قرر أن يسافر للبحث عن والده الذي رحل منذ سنوات ولم يعد. ميلاد سعيد يا بيبيرو. عمري طويل يا بيبيرو. صاحية؟ نعم صاحية، أنا سعيدة، سعيدة جدا بعيد ميلادك. الفرحة تبعد النوم عن جفوني. أمي أنا أريد. ماذا تريد؟ أنا إنني. ما بالك يا حبيبي؟ لا شيء، أتساءل فقط ماذا تفعلين لو أني لست هنا. ماذا؟ ولم تنسي؟ لا شيء، انسي الموضوع. ها؟ لم أتصور أبداً العيش بدونك. منذ سافر والدك أصبحت أنت أملي الوحيد. تصبحين على خير يا أمي. نم هنيئاً يا بني. صباح الخير بيبيرو، أراك نشيطا. هذا شعوري بالضبط، البارحة احتفلت بميلادي العاشر. فهمت بيبيرو، أصبح الآن رجلا، انتبه ألا تسقط في الماء. لا تخف. Thank you.
هيا بنا نرجع يا حماري. اسمع، ابقى هنا كالمعتاد، سأعود بعد قليل. تعال معي شيرة، هيا. سنوات صرت رجلا تقريبا، أستطيع الآن أن أذهب للبحث عنك. كم أودت أن أراك يا أبي، كم أودت، ولكن كيف أخبر أمي بذلك؟ سأسافر وأبحث عن أبي، لا بد أن أسافر. البراق، هيا بنا شيرة. ما بالك بيبيرو؟ الماء يتسرب من الجرة. النسر البراق، النسر البراق. أمي، أمي، أمي. إنها هناك. أمي، لقد رأيت النسر طائرا. صحيح، وكم واحدا رأيت؟ لا لا، حقا رأيت النسر يبرق كالذهب في السماء. النسر الذهبي، ما قصة النسر الذهبي يا أمي؟ اسمع يا حبيبي، أنت جائع دون شك، اغسل يديك وتعال، العشاء جاهز. أمي، لا يوجد شيء اسمه النسر الذهبي، ولكن رأيته بعيني يا أمي، كان يلمع كالذهب ثم طار واختفى. كفى يا بني، كفى يا بيبيرو، لا أريد أن أتكلم عن النسر الذهبي بعد الآن. ولكن أحسنت، أحسنت، دوري الآن. ها هو بيبيرو. بيبيرو، ألا تريد أن تلعب معنا؟ ما الذي جرى لك؟ ما الذي غيره؟ عادة يحب المرأة. عمي، هذا أنت يا بيبيرو؟ عما تريد السؤال يا بيبيرو؟ أريد أن أعرف قصة النسر الذهبي. النسر الذهبي؟ من أخبرك عن النسر الذهبي؟ لم يخبرني أحد، رأيته بنفسي عندما كنت أملأ الماء. ماذا؟ شاهدت النسر الذهبي؟ أحقا ما تقول، رأيت النسر الذهبي. أنت ابن كارلوس، وأعتقد أن الوقت قد حان لأحدثك عن والدك. انظر يا بيبيرو، انظر، هذه الحقول لا تعطي ما يكفي من المحصول. عانينا الكثير من تقلبات الطقس، هذا ما حصل. في قريتنا المحاصيل قليلة، والأسوأ من هذا أنه يأتينا الجفاف كل 10 سنوات، ومنذ 7 سنوات أتانا موسم جفاف. كثير من الأهالي ماتوا من الجوع. في ذلك الوقت رأى والدك النسر الذهبي، ثم بدأ رحلته الطويلة بحثا عن الإلدورادو.
وما هي الإلدورادو؟ يقال منذ القدم يا بني إن في الإلدورادو شيئا سيجعل كل الهنود سعداء. ماذا هناك في الإلدورادو؟ لا أحد يعلم، كثيرون رحلوا للبحث عن الإلدورادو ولكن أحدا منهم لم يعد، ومع ذلك قرر والدك السفر من أجل البلدة. في الحقيقة كان والدك بطلا شجاعا. أنت رأيت النسر الذهبي؟ ربما يعني ذلك أن والدك يناديك. بيبيرو، 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 أين هو يا ترى؟ بيبيرو، ألم تذهب لتملأ الجرة من النهر؟ هذا الحمار ظل يركض حتى أوقع كل الماء، سأحضر الماء حالا. هيا بنا يا حمار، تعال معي يا شيرة. تشجع يا ابنتي. ترى من هما؟ لا يبدو أنهما من أهل هذه القرية. شيرة تعال. عفوا، ما الذي حدث لها؟ إنها مريضة. بخير، من الأفضل أن تستريحي قليلا، بيتي قريب من هنا. شكرا لك. تعالي معي ستكونين بأحسن حال. اصبري يا كانا، سترتاحين بعد قليل. شيرة سنرجع إلى البيت. جئت يا بني؟ أمي، هذه الفتاة مريضة. اسمي تشيكا وهذه كانا. أرجو أن لا نزعجكم، لكن البنية منهكة من السفر الطويل وتشعر بالتعب. لا داعي للقلق، تفضل بالدخول. أهلا، البيت بيتكما، هيا. شكرا جزيلا. هل من الممكن أن نقضي الليلة عندكما؟ هيا نامي قليلا وستشعرين بعدها بالتحسن. ليلة سعيدة. ليلة سعيدة. النسر الذهبي عندما كنت أملأ الماء، رأيته حقا يا أمي. لا أريد التكلم عنه أبدا. ولكني رأيته بعيني يا أمي.
نسر ذهبي يا بيبيرو، كيف تريدني أن أصدق؟ لكن العم أخبرني قصة الإلدورادو. العم أخبرني أن أبي شاهد النسر الذهبي ثم ذهب للبحث عن الإلدورادو. إذن علمت بالأمر؟ أريد أن أرى والدي بأي طريقة يا أمي. بيبيرو أرجوك يا بيبيرو لا تتركني وحيدة، إذا أنت ذهبت من سيهتم بي؟ أمي لعل والدك لم يعد حيا، أنا يأست من عودته. أبي لا يزال حيا أنا متأكد. بيبيرو إذا كان أبي قد مات سأعود ومعي شيء يفرح كل سكان القرية، سأبحث بنفسي عن الإلدورادو إكراما لأبي، إن دم والدي يجري في عروقي يا أمي. أعتذر لمقاطعتكما، كنت قريبا فسمعت. الحقيقة لست أدري إذا كان لكان علاقة بالموضوع. يبدو أن كان أيضا سبق وشاهدت هذا النسر. كان رأت كان كان أرجوك أخبريني أين شاهدت النسر؟ أين شاهدت النسر الذهبية يا كان؟ لن تحصل منها على أي جواب، وأؤكد لك أنها لا تذكر شيئا عن ماضيها يا بني. لا شيء. أجل لا شيء، لقد فقدت الذاكرة. فقدتها؟ نعم، الواقع أني وجدت كان مطروحة على الأرض عندما مر كيبا، لا أدري كيف، لكنني أيقنت أنها فقدت الذاكرة. كنت أسافر معها متأملا أن تعود لها ذاكرتها. لكن كان أرجوك تذكري، أرجوك قولي لي شيئا. لا أذكر شيئا، لكني أشعر وكأني كنت أرى النسر الذهبي كل يوم. النسر الذهبي؟ تقصدين المكان الذي يعيش فيه النسر؟ قصة الإلدورادو حقيقية أمي، المكان موجود، أنت تصدقين الآن؟ بيبيرا سأجدك يا أبي، سأجدك، أنا متأكد من ذلك، سأجدك يا أبي. سأذهب إلى الإلدورادو للبحث عن والدي. يبدو أن بيبيرو مصمم على قراره، أليس كذلك يا سيدتي؟ بيبيرو؟ ماذا يا أمي؟ بإمكانك الذهاب والبحث عن والدك. أمي أحقا تسمحينني بإمكاني الذهاب؟ نعم كارلوس، بيبيرو هو ابنك. بيبيرو اسمع دائما كلام العم تشيكا، فهمت يا ولدي؟ ولا تنسى أبدا يا بيبيرو أن كارلوس رجل شجاع وأنت ابنه. لن أنسى. أرجوك انتبه لبيبيرو. بالرغم من أني عجوز لابد أنه سيحتاج لمساعدتي. جيرة جيرة اعتني بنفسك يا جيرة، ستعتاد على باقي الأولاد، اعتنوا به أرجوكم. بالطبع بيبيرو انتبه لنفسك، أرجو أن تجد والدك وتعود سريعا إن شاء الله. هيا نسر يا بيبيرو.
اللقاء جميعا. الى اللقاء. الى اللقاء. انتبه لصحتك يا حبيبي. يمكن أن تبقى، لا نقدر أن نأخذك معنا. أمامنا طريق شاق وطويل، لن يكون الأمر سهلا شيرة. آه لا أعرف كيف أفهمه، إنه عنيد. بيبيرو، شيرة حيوان بري، لا يزعجنا أبدا، سنأخذه معنا. لنأخذه معنا يا بيبيرو؟ ها؟ حسنا لنأخذه، ستكون مطيعا، مفهوم؟ وهكذا بدأ بيبيرو رحلته الطويلة بحثا عن والده كارلوس. ترى هل يوفق؟ هل سيرى والده من جديد؟ وكان هل ستعود إليها ذاكرتها؟ وما هو السر الغريب المخبأ في مدينة الإلدورادو الأسطورية؟ ما الذي ينتظر رفاقنا في جبال الأنديز الوعرة؟ هذه الجبال المغطاة بالثلوج والشامخة حتى السماء.